اول حاجه هبدا بيها هتكون تتبيله الترياكي، ودي عباره عن سمسم ونشا وصويا، ميه وعسل ابيض، ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، وخل ابيض. هنخلط كل الحاجات مع بعضها على البارد بدون اي نار. الزيت ممكن تحطوه مع التتبيله او تحطوه على الجريل وانتوا بتشوه، في الحالتين اوكي. وممكن تقسموه كمان، يعني المعلقه الكبيره دي ممكن تقسموها نصها في التتبيله والنص التاني في الشوي، وده اكتر حاجه انا بحب اعملها. فانا هحط هنا معلقه صغيره مش كبيره، عشان هحط معلقه صغيره تانية على الجريل وانا بشوي، مع الميه معاهم النشا. بسم الله هقلب لحد ما النشا يدوب خالص قبل ما انزل اي حاجه، عشان النشا ما يكلكعش. وبعد كده ابتدي انزل بقيه المكونات، ادي السمسم، ادي الثوم، ادي الجنزبيل، الخل، ممكن يبقى خل عادي، ممكن يبقى خل الرز، ممكن يبقى خل بلسمك، ممكن يبقى خل التفاح، وادي الصويا والعسل، مهم جدا جدا العسل كمان، ممكن يبقى عسل اسود مش عسل ابيض، وممكن سكر ابيض او بني. وهقلب كويس قوي قوي، ويبقى عندي كده التتبيله دي جهزت. بس نتأكد ان كله اختلط كويس جدا، وان العسل داب مع كل المكونات. بعد كده عايزين تحطوا عليها لحمة، تحطوا عليها فراخ، تحطوا عليها طيور، براحتكم. كمان الصوص ده بنستخدمه في تسوية النودلز، حتى لو كانت ستير فراي بالخضروات بس من غير لحوم، وبرده بيبقى حلو جدا جدا معاها. وممكن تضيفوا له كمان معلقه من زبده الفول السوداني. بعد كده عندنا تتبيله البرتقال، ودي هتكون عباره عن ثوم مفروم وبقدونس مفروم مع عسل ابيض، ملح وفلفل، معاهم زيت وعصير برتقال بدون سكر. فاللي هعمله اني هجيب هنا برده في العلبه الملح والفلفل، هحط معاهم الزيت برضو معلقة صغيرة، عشان ارجع احط تاني معلقة صغيرة على الجريل. بعدين هنزل بالثوم والبقدونس او الكزبرة مع العسل والبرتقال. وكده نكون خلصنا نوعين التتبيلة اللي عندنا، تتبيلة البرتقال وتتبيلة الترياكي.